يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ هل يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ لا يجوز يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت من أمها النبي ما بينه رضاع ولا شيء، فيجب أن يجمع بين امرأته وبين زوجة أبيها ليست أمها. فتزوج جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي رضي الله عنه وبين زوجة علي ليست هي أمها. المقصود أنه لا بأس يجمع بين امرأتين إحداهما زوجة أبي الأخرى.